اهلا بحضراتكم، يوم جديد ومباشر من مصر على الهواء مباشره على شاشه الفضائيه المصريه. لعل النهارده كل البرامج وكل المواقع الاخباريه خدت اطراف من الحديث والاجتماع اللي دار ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء تحرير الصحف القوميه وبعض الاعلاميين النهارده. لعل ابرز الكلام اللي يمكن نتوقف عنده اللي هو ما قاله عن اننا في حاله حرب وان هناك محاولات لترقيع مصر عن طريق الديون وهذا امر مرفوض، محاولات من اجل عبور مصر لازمتها الاقتصاديه. ايضا موضوع المجلس الوطني للاعلام، طلب الرئيس سرعه الانتهاء من وضع اصوله ودراساته والبدء فيه فورا طبقا للدستور المصري. حاجات كتير قوي النهارده تم مناقشتها، وايضا الجولات لرئيس الوزراء الذي لا يكل ولا يمل، لعل من شويه كده كان فيه ليه جوله. وايضا موضوع الاسعار اللي اترفعت فجاه والناس وشكواها، حاجات كتيره قوي يمكن الناس تتكلم فيها في شهر رمضان، بنحاول اننا نتناولها بشكل نفهم بيه الناس ليه حصل ده وليه ما حصلش ده. حاجات كتير قوي النهارده في حلقتنا، بس هيكون عندنا فقره خاصه عن الاعلام هتكون معايا ان شاء الله، ويمكن اسمحوا لي ساعتها نتكلم بكل صراحه، نتكلم بكل شفافيه ووضوح حول الاعلام والخبط الشديد في التلفزيون الرسمي وفي الاعلام الرسمي. حاجات كتير قوي هتكلم عليها واتكلم عليها بكل وضوح وبكل صراحه، وهيكون ضيفي الكريم اللي انا عارف ان هو هيجاوبني على العديد من التساؤلات والخاصه بميثاق الشرف الاعلامي والخاصه بالمجلس الوطني للاعلام وهذا الكيان اللي احنا فيه والاعلام الخاص وغيره، استاذ الاعلام بجامعه القاهره الاستاذ دكتور عدلي رضا ورئيس لجنه تقييم الاداء الاعلامي في الانتخابات الرئاسيه. اظن هو ده افضل واحد ممكن يكلمنا النهارده ويكون ضيف عزيز في حلقه الاعلام. ما له وما عليه، اسمحوا لنا نصبح طبعا ومسي كمان على معلش بعد الفطار انا ازاي؟ خلاص الحمد لله صوما مقبولا، عشان انت لسه صايم ولا ايه؟ طيب ماله تلفزيون مصري يا شريف؟ تلفزيون رسمي زي الفل وان شاء الله يستمر. لا بس في حالات بس بشكل افضل في تخبيط وفي يعني في ناس بتهاجم التلفزيون الرسمي على القنوات الخاصه وزملائنا الاعلاميين وخفوا شويه. احنا صرح كبير يا شريف، احنا صرح كبير ما ياثرش فينا الكلام. خفوا شويه. طيب خلينا بقى في الأهم، وهو موضوع زيادة البنزين والجدل اللي موجود بشكل كبير جدا في مصر. طبعا مفيش حد عاجبه القرار، عشان بس ما نقعدش نقول ايه في جدل وما بين رافض ومؤيد، مفيش حد حابب اكيد ان يبقى في اسعار عالية او ان يكون البنزين يغلى او ان الاسعار بالتتابع تغلى، ولكن في ناس شايفة انه هو قرار صائب ويعني كان لازم ولابد منه واصلا متأخر، في ناس شايفة انه توقيته سيء وان توقيت كان ممكن يتاخر شويه عكس الاولانيين، وفي ناس شايفه انه لا اعملوا اي حاجه تانية بس ما تغلوش علينا الاسعار، لانه في حاجات كتيره زي الاجور ماشي طبقت ولكن مش بشكل فعلي، يعني قرار اتاخد ان يبقى في حد اقصى وحد ادنى، لكن هل ده حصل على ارض الواقع ولا لا؟ هل الناس فعلا بقت تقبض يعني حد ادنى 1200 وحد اقصى 42000؟ هل ده حصل ولا ما حصلش؟ كروت الوقود وكروت البنزين اللي احنا كلنا عملناها وكلنا في جيوبنا وما استفدناش منها لحد دلوقتي، كان المفروض تتفعل الاول قبل حكايه رفع البنزين، ولا نرفعه وبعدين نبدا نخلص الاجراءات؟ يعني العمليه بالظبط فعلا فيها جدل كبير جدا. خلينا النهارده نقول ان احنا معانا مجموعه كبيره من الاخبار هنناقشها بعد الفاصل، يعني يمكن هاخد شويه مانشيتات وهناخد عليها اتصالات هاتفيه، نروح لفاصل ونرجع مره تانية ومباشر من مصر.